السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا اتكلمنا في آخر الآية، في آخر آية، الآية الأولى من سورة إبراهيم، اللي هي قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أخذت آيات سيدنا موسى لغاية الآية 8. بعد كده بدأت الآيات تكلمنا عن أقوام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جاي للناس، جاي للناس مش لقوم. فهنا هيبين لك إن كل الناس، كل قوم منفصل عن الآخر، فكل قوم بيجي لهم رسول. فضرب لنا مثل بالأقوام، فجاب لنا قوم نوح وعاد وثمود في الآية 9، وقوم نوح وعاد وثمود اشتركوا كلهم في العقوبة الجماعية لأنهم ما أمنوش بالرسول، كل واحد بالرسول اللي إيه اللي جاله، فحصلهم عقوبات. فمثلا نوح قالوا الطوفان لكل المنطقة وهكذا. فبعد كده قال لك في الآية 9 إن بس ما فيش قوم نوح وعاد وثمود بس، لا ده قال لك والذين من بعدهم، يعني بعد قوم نوح وعاد وثمود جم إيه، جت أقوام أخرى بعديه لا يعلمهم إلا الله، ما حدش يعرفهم، لا تاريخ ولا جغرافيا ولا آثار ولا داروين ولا لا 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 ولا حد حاجة. واللي يقول لك العالم له كذا سنة أو 600 سنة، 6000 سنة، 7000 سنة، واللي يقول لك الإنجيل بيقول 9000 سنة، 8 سنة، كل الكلام ده غير حقيقي، لأن الآية هنا واضحة بتقول لك لا يعلمهم إلا الله. حتى ما ذكرش إلا ملائكة بتعرف، ولا جن بيعرف، ولا حد بيعرف، هو ربنا الوحيد اللي بيعرف الأقوام دي. الأقوام دي إيه؟ أنت لما تيجي تبص تعد الرسل والأنبياء في القرآن هتلاقي عندك حوالي 13 رسول ونبي تبع بني إسرائيل، والباقي 11 رسل لأقوام مختلفة كلها، وال11 رسول مع ال13 أو 12 رسول مع ال13 هيطلعوا 25، ال25 ضيف عليهم سيدنا عمران رسول يبقى 26، ضيف عليهم الأسباط 11 إخوات يوسف يبقى إيه 37. ال 37 دول من كام؟ من رقم 124 ألف رسول ونبي حسب حديث أبا ذر، حسب حديث إيه أبو ذر أو أبا ذر حسب إيه حديثه. فاللي هو قال في 124 ألف نبي، وقال 314 أو 313 رسول، وعادة عدد الرسل 313 أو 314 هو نفس عدد من المسلمين في غزوة بدر، هو نفس عدد الناس اللي ما شربوش من النهر وما قربوش للنهر مع طالوت في سورة البقرة. دي نقطة. طيب بعد كده قال ايه، وصف لك الاقوام دول اللي زي نوح وعاد وثمود، اقوام نوح واقوام عاد وثمود، ايه اللي حصل لهم؟ اول حاجة ان جاءتهم الرسل بالبينات فردوا ايديهم في افواههم، عملوا زي الكفار اللي هم ايه اللي في الصورة 2 اللي هو في الآية 3، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. فطالما حطوا ايديهم على أفواههم يعني بيصدوا عن سبيل الله، بس نصد ايه ان بنشروش الدعوة، عاوزين الدعوة محدش يعلم بيها. دي واحد، فردوا ايديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا، ده أعلنوا الكفر علني بما أرسلتم به، ولذلك جالهم عقاب، جالهم عقاب، لكن هنا مش مذكور إيه العقوبات اللي جت عليهم، لأن هو عددهم عدد كبير لكن القرآن هنا ما ذكره. وإن بما أرسلتم به وإن لفي شك، يعني بشك في أي رسالة بتاعت أي رسول. دي الأقوام السابقة. فهنا بيكمل لك عاد حكاية الأقوام السابقة. قالت رسلهم أفي الله شك، أنت بتشكوا في ربنا اللي هو فاطر السماوات والأرض، يعني اللي خلق السماوات والأرض، ويدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. هنا هنقطع هنقف عليها، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. كان قبل الإسلام أي واحد يدخل في ديانة الرسول ربنا بيغفر له جزء من ذنوبه، ليغفر لكم من ذنوبكم، ما قالش يغفر لكم ذنوبكم، لو قال يغفر لكم ذنوبكم يبقى كل ذنوب، لكن هي قال ليغفر لكم من ذنوبكم، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويطول في عمركم ويؤخركم إلى أجل مسمى،
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. طبعا هم ما تصدقوش كلامهم، ما كلام الرسل، لأن قالوا له أنتم بشر زينا، فإزاي أنتم تفهمون الكلام ده؟ وإذا كنت عاوزين فهتونا بسلطان مبين، يعني هتونا معجزة يشوفوها بعينيهم بعيونهم. فدي الفكرة. فكانت الرسالات كلها بتاعت الرسل قبل سيدنا محمد لازم يكون في إعجاز يتشاف بالعين. ولذلك بعد ما يموت الرسول الإعجاز ده بتنسي وبيبقى حكاية الناس بتحكيه، ولما تيجي تحكيه ممكن تزود فيه وممكن تهول فيه ويزودوا في الإعجاز نفسه، وممكن يتحكي زي ما جه بالظبط. فده موجود وده موجود. المهم هم ايه؟ ليغفر لكم من ذنوبكم. مست الإسلام، وده في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مست الإسلام إن اللي بيجي يدخل الإسلام بكل الذنوب اللي قبل الإسلام بتتمحي. لكن في الديانات اللي قبل الإسلام كان الذنوب بيتمحي منها جزء بيتمحي. فهنا لكن في الإسلام كل الذنوب بتتمحي، بل بدل ما تتمحي بتتحول لحسنات. يعني لو جه دخل الإسلام وعنده 10,000 سيئة مثلا، يعني ولله المثل الأعلى مثلا، فال10,000 سيئة ينقلبوا إلى 10,000 حسنة. لكن قبل الإسلام في الرسل السابقة كان لو جه ب10,000 سيئة كان ربنا ممكن يغفر له مثلا 5,000، يغفر له 7,000، يغفر له 6,000، يغفر له 1,000، يغفر له 9,000. المهم ما بيغفرش كل الذنوب وما بيحولهاش لحسنات، وما بيحولهاش لحسنات. طب اشمعنى هنا مع سيدنا محمد بيحولها لحسنات كلها وبيغفرها كلها ويحول حسنات؟ لان سيدنا محمد خاتم الانبياء، لانه هو دين العقل مش دين العين، مش دين النظر، مش دين انك تشوف حاجه قدام عينيك عشان تامن، لا، دين العقل. فربنا في الاسلام ادى ميزه للاسلام ان يغفر كل الذنوب طالما دخلت الاسلام. نمره 2 يحولها لك حسنات، وده اللي هنتكلم فيه لما نيجي في سوره البقره، نتكلم في الايات من 30 ل 39، 30 ل 39. المهم قالت لهم رسلهم نحن الرسل ردوا عليهم قالوا للاقوام اللي هو قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود واللي جم بعديهم. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر، احنا بشر زيكم، وربنا هو اللي بيمن علينا، يعني هو اللي بيصطفينا، يعني هو اللي بيختارنا من وسط عباده، من وسط مخلوقاته او عباده، واحنا ما لناش يد في هذا. واذا كنتوا عاوزين تشوفوا معجزه وحاجه، هو ربنا اللي بنزل المعجزه، مش احنا ما لناش علاقه بالمعجزه ان ننزل. احنا ما نقدرش نعمل حاجه، ده احنا عبيد ربنا. وبعد كده الايه بتقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنين اللي هم بتوع اهل الجنه، احنا خلينا في في الجزء الثاني ده. وما لنا الا نتوكل على الله، ده الرسل بيقولوا واحنا ليه ما نتوكلش على ربنا، ده هو اللي هدانا، يعني اصطفانا وسبلنا ونور لنا طريقنا، ولنصبرن على ما اذيتمونا، وهنصبر على الاذيه بتاعتكم، وهنتوكل على ربنا، وربنا ينقذنا من من شركم وضراريركم. قال الذين كفروا لرسلهم، اللي كفروا عادي بتوع الأقوام كلهم، نخرجنكم حنطردكم من أرضنا أو تعودوا لملتنا اللي هي ملة أبائهم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فربنا بعت له للرسل، كل رسول يعني بعت لنوح فقال له خلاص هيجي الطوفان وكذا ويعمل كذا والسفينة وابن السفينة وكذا، واطلع في السفينة وخذ كل زوجين اثنين وهكذا، وبجه الطوفان غرق كل الناس اللي كانوا مستحلفين او من مقررين يعملوا له أذية. في لوط جت الملائكة وبعدين قالت له اهرب في نص الليل وخد بناتك الاثنين وسيب مراتك، لان مراته كانت من الغابرين او الكافرين. المهم فهربوا، راحت الملائكه قلبت قوم لوط راسا على عقب وقال لهم العذاب بتاعهم. طيب هنا ربنا قال ان هنهلك الظالمين، وطبعا حينجيهم، ولنسكننكم الارض من بعدهم، وهم هيختفوا من على الارض، وانتوا هترجعوا تسكنوا مكانهم من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
ده كله لمين؟ للرسل واللي معاهم اللي هم خافوا عذاب ربنا والوعد بتاع ربنا. هنا واكتفي بهذا القدر اللي هي آية 14. يعني احنا دلوقتي كل كلامنا على الجزء اللي هو مش ربنا مش هيصطفيه، لان هنا قلنا في الايه الاولى الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. فطالما في اذن ربهم يبقى الناس انقسمت شقين، فجاب لك الشق اللي هو هيجيب لك الشق اللي هو ربنا هيصطفيهم دلوقتي، بعد كده هنجيب ايات له. لكن كنا في الايات اللي بنتكلم فيها دلوقتي لغايه الايه 14 ولسه وبعدها كمان لغايه حتى 17، بس احنا هنقف في 14. فجاب لك ايه؟ فجاب لك الفكره الناس اللي ربنا ما اصطفاهمش هم مين؟ هم مين وبيعملوا ايه وكل حاجه عنهم عشان يوضح الصوره. فدي فتيجي تلاقي كل الآيات في سورة إبراهيم هترجع ما الأساس بتاعها الآية الأولانية بالنسبة لسورة إيه؟ إبراهيم. لغاية إحنا كده خلصنا ووقفنا عند واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. إلى هنا واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. والسلام والسلام وشكرا.